تعيش الطفولة أسوأ حالاتها لدى الميليشيات الحوثية التي حملت الأطفال بنادق توازيهم طولا أو تزيد ورمت بهم في لهيب المعارك لتحرق زهرة أعمارهم وتلوث براءة طفولتهم، فيكون مصيرهم القتل أو الأسر. وها هم 27 طفلا من الأطفال الذين أسرهم مقاتلو الجيش الوطني يعودون إلى ذويهم في فعالية أقامتها السلطة المحلية بمحافظة مأرب بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة ومنظمتي شاهد وهود الحقوقيتين. تم اليوم إطلاق عدد 27 طفل من الأطفال الذي زجت بهم ميليشيات الحوثي في جبهات القتال في الحدود، وبعد أن تم تأهيلهم نفسيا وصحيا والتنسيق مع أهاليهم للنزول إلى محافظة مأرب لاستلامهم. بعض الأهالي نزلوا والبعض لم يستطيعوا النزول بسبب منع جماعة الحوثي أو بسبب الظروف القاسية التي أجبرت أو بسبب الظروف القاسية لعدم حصولهم على المواصلات إلى محافظة مأرب. أطفال تركوا دفء أسرهم ومرح طفولتهم ومنافسة أقرانهم في العلم واللعب، وحملوا البندقية التي ناءت بها أعناقهم وسواعدهم ليواجهوا مقاتلي الجيش الوطني الذين كانوا أرحم بهم ممن ساقهم إلى الموت وزج بهم في أتون الحرب. فكان هذا العناق الحار بين أم ملتاعة وابن عائد من فم الموت خير شاهد على حجم الجرم الذي ترتكبه تلك الميليشيات بحق الطفولة. وبلتوني في الزحف، اول واحد من اربعة، اثنين هربوا، بقيت انا واحد جريح، وانا بقيت انا جريح، اثنين واثنين. بعد ما سكون المقاومة نشكرهم على شكرهم ولا تناهم، عالجونا بالزحف وعالجوا روحنا، ونشكرهم على تآمنهم معنا والمجلس الاحسان الاحسان. برغم أسرهم من جبهات القتال وهم يحملون البندقية، إلا أن طفولتهم كانت شافعا لهم لدى الدولة التي حرصت على إعادتهم إلى أهاليهم ومدارسهم، ما يعكس التوجه المدني لدولة تعمل على حماية المواطن وتسعى أن يكون الأطفال بناة المستقبل لا قتلة الحاضر. تزج بهم الميليشيات الحوثية في جبهات القتال، وتحرص الحكومة الشرعية على إعادتهم إلى أهاليهم ليكون مكانهم الطبيعي المدارس للمتارس. محمد القليصي، قناة سهيل، مأرب.